السلام عليكم. عندي واحد الرسالة بغيت نوجهها لهذوك الناس اللي كيخدموا في لينغروند سيرفاس، المتاجر الكبرى أو لا الموين. يا أخي ما خصكمش تبقاو تنفعلوا منين يرد لكم شي واحد السلعة. منين يرد لكم شي واحد السلعة تيقول لك راه بيريمي أو لا شاف فيها شي حاجة ماشي هي هذيك أو لا فيها شي ديفو أو لا فيها. بالعكس خصك تاخذها من عنده وتقول ليه اسمح لينا نعمست. المفهوم ديال التجاره هو هذا، اسمح لي نعمس نبدلوها لك الا بغيتي او لا نردوا لك الفلوس ديالك. ماشي يجي واحد يقول لك اودي هذه السلعه فيها ان ديفو ولا هذه راه بيريمي ولا وانت تنفعل. لا احنا ما عندناش سلعه اللي كتكون خاسره، ما عندناش سلعه اللي كتكون اوه سبحان الله. هذا ماشي رد، هذه ماشي جواب، وهذه ماشي معامله. الانسان كيخصو يكون مؤدب في كل شيء، خصوصا الناس اللي كتبيع. راه الكليان ماشي هو اللعب. راه الا مشى لك واحد الكليان ومشاو جوج ومشاو ثلاثه ومشاو اربعه راه ما غتبيع والو. هذا الكلام هذا موجه للناس اللي خدامين عند مولشي. لحقاش مولشي ما تيكونش واقف حداكم؟ ويلا ساق لكم الخبر كتعاملوا مع الناس بحال هكا راه ما غاديش يعجبوا الحال، لان ما عرفتيش كاع هذاك السيد هذا كيفاش مسكين ضرب ديك التماره حتى وصل لذاك الشيء اللي وصل ليه. تجي انت في ظرف سيمانه ولا نهار ولا ثلاث ايام ولا شحال باش دخلتي تخرج ليه على الكليان. راه واحد كيجيب واحد، ولا كنتي كتعامل مع الناس مزيان راه فين ما يتلاقى واحد السيد الله يعمرها هضر في المتجر الفلاني تيتعامل مزيان مع الناس كيوريك لاي حاجه. دابا شحال واحد كيجي للمتجر كيقول لك الله يخليك عافاك بغيت واحد الارتيكل شنو شنو، كتقول لي وسير القاع ديال الريان ودور على يدك اليمين شويه دور على يدك اليسار وهذاك الشيء اللي قدامك. هذه ماشي معامله، هذه ما داخلاش في التجاره نهائيا. التجاره وهي انك تقول له واخا نعمس وتمشي معاه. هذه واخا نعمس ماشي عبوديه وماشي احتقار ليك انت، بالعكس هذا كيزيد يرفع من درجتك. واش فهمتي؟ كيزيد يرفع من الدرجه ديالك لانك كتعرف كيفاش تتعامل مع الناس. وكيقول لك المثل ديالنا حنا ديال الناس القدام، خدام الناس سيدها، خدام الناس سيدها. ما تاخذوش كل شيء بالمقلوب وما يكونش عندكم السلبيات. الانسان ملي يقول لك الله يخليك واحد الارتيكل عندي عافاك بغيتوها فين كاين، قول لي فين كاين، تقول له انت اجي معايا الشريف وغادي توريهم. علاش دارك هذاك السيد كاع بالضبط في ذاك الريه؟ راه ماشي دارك تما باش بقا تنشلي الغبره، راه اياه تستف السلعه او ميم طون توقف مع الناس اللي داخلين المتجر باش تقول لهم ها فين كاين السلعه، ها فين كاين، شنو خصك، شنو هادي، شنو هادي. شحال واحد يقول لك عافاك الثمن ديال هادي، تقول له سير راه هذاك اللي كيعطي الاثمنه راه لاصق في البوطو. اش من بوطو نعمس؟ غتاخذ عنده ديك السلعه تقول له اجي معايا الله يخليك، ولا وقت هذا الحال تمشي لاكيس، مول لاكيس تقول له شوف لي الثمن ديال هادي. حنا ما غاديش انا ما غاديش نهضر على حاجه اخرى من غير هادشي، لان واحد السيده دارت واحد الفيديو كانت مشات لواحد متجر من المتاجر، المهم تعتبر ماشي بحال المتاجر الكبرى، وراتنا واحد الارتيكل شفناه في الفيديو داكشي. ملي رجعت عنده قالت له اودي هذا راه شنو فيه، قال لها نرد لك فلوسك، قالت لي لا ماشي قضيه الفلوس، قضيه هو تمشي تشوفوا داك الريون تحيدوا ديك السلعه اللي غامله تما. قال لها داك الشيء ماشي شغلك. ها ماشي شغلك؟ ايوا اخي يكون جابت لك الشرطه الاداريه مع لونسيا شنو غادي دير؟ غادي يسدوا لك هذاك المتجر واحد 3 ايام ولا 4 ايام. انت خسرتي الثمن ديال الارتيكل اللي كيدير 7 دراهم. واش هذه معامله؟ وكتظن كون يسيق لك الباترون الخبار غادي يخليك مازال تما مقعمز؟ والله الا جلستيها. اما الا كنتي انت هو الباترون راه مصيبه كحله، راه ما عارفش التجاره، لان التجاره راه معامله. ايوا اش غنقول لكم، هذه نصيحه لوجه الله تعالى. اللي كيبيع في شي حاجه يكون يتعامل مع الناس مزيان. راه الحمد لله اللي مازال الناس كيجيو للمتاجر، لان رغم هذه الزيادات وهذه الازمه وهذا الشيء هذا ومازال التجاره عندكم سامارش، راه خصكم تحاولوا تحتفظوا على هذوك الناس اللي كيجيو عندكم. هذا راه ماشي كتعتبر عندكم زعما بانكم راه يجيو كاع ولا يجيو، لا الا ما جاوش راه غادي تسدوا. هما راه يقدر يمشيو للبيسريات الصغار ويمشيو لهذا، راه ديجا مع البيسري الصغير كترد ليه السلعه كياخذها من عندك، كتمشي تقول له هذاك ما عجبنيش تيقول لك راه نبدلو لك وما تيتنفخش عليك. ايوا المتاجر الكبرى راه مديوره باش تعامل اكثر، تعامل معامله حسنه مع الزبون، مع الكليان بالعربيه تعربت واخا هو بالفرنساويه، حيت كاين اللي ما كيعرفش الزبون شنو هو تقول ليه الكليان. وعلى كل حال
سمحوا لي زعما الا هذا، ولكن تيبقى فيا الحال ملي كتسمع شي واحد بحال هكا تيقول لك مشيت للمتجر الفلان الفلاني وداروا لي وفعلوا لي وتركوا لي، او دي راه ماشي مول الشي اللي تكرفس عليك ودار لك، راه هذوك الناس اللي دارهم مول الشي تيق فيهم وحطهم تما. اما مول الشي انا ما كنظنش مول الشي يدير شي حاجه خايبه، لان مول الشي ما وصلش لديك البلاصه حتى ربي اللي عالم به. على كل حال دابا كاين بعض الناس اللي كيجي واحد الكليان تيقول له هذا الشيء ديال السلعه وهذا هذا، هذاك اللي خدام تما تيحسب واش الهضره متوجهه ليه، كينوض كيبدا يشعشع. الشريف السلعه ماشي ديالك، المتجر ماشي ديالك، انت غير خدام، غادي تحاول ما امكن تقنع ديك السيده بان ديك السلعه مثلا راه غير وقع لكم غلط، او لا راه غير كانت تقلبات في الرايون ووقع اللي وقع، او لا راه جاتنا مع السلعه ماشي هي هذيك، او لا قول لها كاع راه عاد جاتنا ديك السلعه ودي، واخا لا نمشي نفيري فيها نشوف شنو كاين وصلات عليه، بقي على خاطرك واسمحي لينا الله يرحم ليك الوالد. هذا هو اللي خصك تقول للناس، ماشي تقول لي اه سيري فين ما عجبك، ويلي على سيري فين ما عجبك، هذا راه لا حول وخلاص، وقوة الهضره بزاف. المهم السلام عليكم.